السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم كل خير متابعينا الأعزاء. تويوتا فورتشنر ديزل فئة الـ VX2 بلس، وارد سعودي، عبد اللطيف جميل. لعشاق هذه السيارة حبينا نصورها لكم اليوم. تحديثاتها كموديل 23 تقريبا، ما في تحديثات كبيرة صراحة، ممكن أمور اكسسوارات فقط. طبعا هذا ديزل، حركة 4 سلندر تيربو 2.8 لتر، 201 حصان، وعزم دوران 500 نيوتن متر، مرتبط بناقل حركة 6 سرعات دفع رباعي مع الدبل. هذا جاي لون فضي جميل صراحة، جاي عليه أنظمة أمان جميلة، رادار تنبيه خروج عن مسار، تنبيه تصادم أمامي، نقاط عمياء، بالإضافة إلى الأربع كاميرات المحيطية. عندنا أربع حساسات على المبدولي في الأمام، ولا حساسين فقط، هنا في حساس على الزاوية، اي حساسين فقط في الامام. اناره زي ما تشوفون في الاي دي الاماميه صراحه جميله، الشعار جاي زجاجي دلاله على انه في رادار مع الكاميرا الاماميه. هذا هو من زاويه اخرى، عندنا جنوط لونها صراحه جميل وتصميمها اجمل. مقاسها طول الاعمار 18 انش، هذا هو من زاويه اخرى. عندنا فيبر كاطار للعجلات، عندنا النسفات والطاية جانبية، مقابض الأبواب جاي كروم، إطارات الزجاج من الأسفل جاي كروم، حناية العفش وبدون فتحة سقف هذه الفئة، نقاط العمياء موجودة، الدخول الذكي أيضا موجود. الصرفية هنا لتر واحد يمشيه 14.7 كيلو، تقييم ممتاز، نوع الوقود ديزل، أكيد صرفيته بتكون جميلة. هذا هو من زاوية أخرى من الخلف، أيضا جاية عليه إنارات فول LED ككل، بخلاف الريوس فقط بإنارة لوحات، الباقي كله LED. عندنا هنا كتابة الفئة VX. الشنطة الخلفية جاية كهربائية صراحة، مواصفاتها حليلة. هذا هو كسعة مع الصف الثالث، وخلنا نقول الأشياء اللي تخدم الصف الثالث واكسسوارات اللي جت من الوكيل، تتقفل كهربائيا أيضا. هذا هو من الداخل، بالأحرى من الخلف. الزجاج أوتو طلوع ونزول، فورميكا جاية بيانو بلاك، الداخلية جاية بلون الجملي قماشية. هذه هي كمقاعد، مسند وسطي، حاملات الأكواب، سعتها ما يحتاج نتكلم ما شاء الله جميلة. أكيد عندنا هنا منفذ طاقة 12 فولت، وتحت عندنا على المبدول USB، نتأكد بس، نعم USB. من الأعلى عندنا التحكم في التكييف مع فتحات التكييف وإنارة السقف جاية LED، مع انه صراحة يعني اشوفها جدا ما ادري ضعيفة او مو لايقة على السيارة. عموما هذا هو من الامام، المقاعد التحكم فيها يدوي وليس كهربائي، الزجاج كلها اوتو، طي المراية، سنتر لوك الابواب والزجاج. عندنا هنا التحكم في الحساسات الكاميرات، عندنا حق اللي هو ضبط هواء الكفرات، بالإضافة إلى فتح الساعة الخلفية، خزان وقود، وفتح غطاء المحرك، وفي إنارة عند الأرجل الله يكرمكم جايب اللون الأزرق. هذا هو الفورتشنر ديزل VX من الداخل، نشغله أول شيء نقول بسم الله. تمام، عليه تخشيبة كفورميكا هنا حلوة، تبديل خلف المقود، على اليسار الإنارة فيها أوتو، على اليمين مساحة الزجاج ما فيها أوتو. هنا التحكم في الميديا مع شاشة الإعدادات، وأيضا نثبت السرعة اللي جاي هنا بشكل تقليدي، ونظام تنبيه خروج عن مسار، ونظام الرادار الأمامي. من هنا نشوف الإعدادات التقليدية مع الشاشة البسيطة اللي جاية في المنتصف مع أبرز خصائصها وقراءاتها. هذا هو ككل. عجلة القيادة طبعا جاية جلد، هنا عندنا زر التشغيل، الجزئية هذه جاية جلد كذلك. الأمر تبريد للمقاعد الأمامية فقط، عندنا الدبل الخفيف والثقيل، وش بعد، الدفلوك موجود هنا اكيد. الشاشه هذه تدعم الكاربلاي اندرويد اوتو، فيها الكاميرات المحيطيه اللي صراحه دقتها جدا جدا ضعيفه، شوفوا معي جدا ضعيفه صراحه. وش بعد، في نافيجيشن ولا لا؟ لا ما فيها. الكاربلاي الاندرويد اوتو اكيد موجوده، زر التنبيه رباعي، ساعه فتحه التكييف. تحت هنا عندنا التحكم في التكييف زي ما قلنا لكم، على تبريد للمقاعد الاماميه فقط، والتكييف جاي منفصل كدرجه حراره بين الساق والراكب، والتحكم فيه خلينا نقول اللي هو الاوتو. هنا منافذ طاقه مع شاحن وايرلس تحت،
وهنا كوب هولدر، وايضا جايه عليها فورميكا جميله. الجير 6 سرعات، وهنا عندنا وضعيات القياده الايكو والنورمال والسبورت، الدفلوك، نظام الاوتو ستارت ستوب، بروتراكشن، جلنط يدوي مع مسند وسطي. في مساحه، في شيء من في الطاقه؟ لا والله ما في. من الاعلى عندنا مرايه تعتمد تلقائي، بيت لي النظاره، اناره السقف جايه الاي دي، شمسات ومرايه، اناره للسائق وللراكب. فهذا هو بشكل جدا مختصر كمواصفات، انه فعليا ما في اشياء اختلفت عن قبل، نفسها اضافات بسيطة كاكسسوارات واشياء يعني ما تذكر جدا، مساحة تخزين وايضا هنا، وفي سنتر لوك من جهة الراكب. هذا هو ككل من الداخل، نختم بقية التفاصيل من الخارج وننهي المقطع. هذا هو كصوت ديزل، بيكم تسمعون معاي، صوت حليل صراحة يعني، ومزعج مرة، ولا عالي مرة ولا هو هادي برضو مرة، يعني بين البين. عموما هذا هو ككل مواصفاته، سعره 182 ألف ريال و300 ريال شامل للضريبة. اعطونا رايكم فيه، شوف يعني يلبي الاحتياج اللي تحت، طبعا ليد نهاري وفلشر نفس الوقت. عموما ما نطول عليكم، هذه مفاتيح زي ما شفتوا ايضا لمقدمة الفيديو، شوف كيف كتابة الفورتشنر ايضا كلوجو يعني كتمييز. يعطيكم العافية على المشاهدة، لا تنسوا تشتركوا معنا في القناة وتفعلون الجرس عشان توصلكم مقاطعنا أول بأول، وأيضا ضيفوني على بقية حساباتي تيك توك، سناب شات، وإنستغرام. يعطيكم العافية على المشاهدة وفي أمان الله.